عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة من الله عز وجل. احنا النهاردة موجودين في شاطئ الهنا. شاطئ الهنا من ضمن الشواطئ الجميلة المميزة، مميزة بأكتر من حاجة. هو شاطئ أولا عام، ثانيا بتخش كده بعربيتك زي ما انت شايف كده، هنا تركن عربيتك بعدك وتيجي، والأسعار هنا صيف أسعار برضو مش عالية، والبحر مميز جدا. مميز في ان البحر لو عالي بيبقى البحر هنا بيبقى اقل جدا من الموج علشان خاطر حاجات كتير. طيب حاجات كتير زي ايه؟ حاجات زي ان انت على يمينك كده خليج رومل، على شمالك خليج الغرام، والغرام قافل عليك من هناك اهو، شايفين اهو، ولاجون قافل على يمينك، فالموج بيجي هنا في النص ما بين الخليجين بيبقى اهدى بكتير من اي حد. طيب ايه المميز تاني في الشاطئ هنا؟ اولا قائمين على الشاطئ ناس محترمين زي اسلام، زي احمد الفردي، ناس كتيرة، وعبد الله، ومن الشخصيات يعني الناس كتيرة محترمة جدا بصراحة. فبأي سعر هتلاقي شمسية كويسة، اول نمرة حاجة، تاني نمرة حاجة. طيب المكان فين بقى؟ اقرب شاطئ للبلد هو شاطئ الهنا. طيب شاطئ قريب من البلد في ايه؟ ادي هنا اهو زي ما انتم شايفين كده، ها ده مسجد تنعيم، وادي الشراع، وشارع اسكندريه. يعني خلص شارع اسكندريه كله تمشي يمين هتلاقي نفسك عند شاطئ الهنا. شاطئ الهنا قبل ايه تاني؟ قبل مرسى اليخوت. ادي مرسى اهو، تمام، مرسى اليخوت اهو، يعني قبل مرسى اليخوت هتلاقي الشاطئ. الشاطئ ما شاء الله شاطئ كبير، شاطئ جميل، شاطئ مميز. زي ما قلت وقت ما يكون البحر عالي تعالى هنا يبقى الشاطئ موجة بتاعته موجة حلوة زي ما انتم شايفين. ومودي اهو، وفريدة اهي، مودي زي باي. طبعا هو لسه الخدمات ما اشتغلتش. باي يا بابي، اعملي باي، اعملي باي. طبعا الخدمات لسه ما اشتغلتش. دي شمسيه تبعنا، ادي ابو حنين اهو، ابو حنين صباح الفل ابو حنين حبيبي ابو حنين، وام مودي، وقاعدين معانا حاجتنا والسبرتايه والبوتاجاز وعده الشاي والقهوه والدنيا، ونيجي ايه عيش هنا ايه دنيتك. ما شاء الله الشاطئ يا جماعه من اجمل الشواطئ. ليه؟ اقرب حاجه ليا، باجي اقعد هنا على طول وببقى مستمتع، ومعايا قدام الاطفال اهي، ومش خايف على حاجه لانه يعني المكان ما فيهوش موج عالي ولا اي حاجه. فلو عايز تشوف شاطئ هادي اغلبيه الوقت تعالى هنا واقعد في شاطئ الهنا. زي ما انتم شايفين كده احنا كنا عملنا لكم فيديو عن لاجون رومل، وصف كتير على لاجون رومل وايه الفرق ما بين لاجون رومل وباقي الخليج. طبعا قلنا ان هو بيبقى ميته متجدده شويه لانه ناحيه زي ما انتم شايفين البحر المفتوح كده اهو، فميته بتبقى متجدده شويه عن باقي الخليج. فعايز حته نظيفه جدا في رومل خليك في لاجون رومل، غير كده عادي الخليج كله شغال وزي الفل. بس انا بكلمك على انضف ميه في الخليج هو لاجون رومل، ويلي طبعا شاطئ الهنا اهو زي ما انتم شايفين ميته ما شاء الله عليها نظيفه وجميله ومتجدده برضو، لان هي يعتبر مش بحر مقفول، هو بحر مفتوح. بصوا ما شاء الله، وتلاقي بقى ايه الرحلات اليخت بتعدي من هنا على طول. ادي رحلات اليخت اهي زي ما انتم شايفين، طبعا بتعدي من هنا بحكم ان المرسى هنا هو على يمنا، وده اللي يخت جديد اهو ما شاء الله، ان شاء الله يشتغل في الصيف ما شاء الله، يخت كبير يعني ما شاء الله. ربنا يبارك لايه لصاحبه. بصوا ما شاء الله الاولاد مستمتعين هنا بالدنيا، فتعالى هنا وسحب القعده الجميله. طبعا بنصح كل الناس اللي جايه مطروح ما ترساش على شاطئ معين طول فترة، يعني غير مرة خليك في الغرب، ومرة خليك في الشرق، ومرة خليك جوه البلد. طبعا كل حاجة وليها وقتها.
طبعا اعرف الاول حاله البحر قبل ما تروح اي مكان، عشان ما تروحش غرب او شرق وتلاقي البحر عالي او البحر واطي. طيب اعرف منين عندك اكتر من مكان بينزل حاله البحر؟ زي ابو حنين، زي اخويا الغالي سالم دواس، زي انا بنزل حاله البحر. لو البحر عالي بنقول البحر عالي. طب لو البحر عالي خليك في الشواطئ الداخليه زي الهنا، زي خليج رومل، زي خليج كليوباترا والغرام. طبعا خليج كليوباترا والغرام في كليوباترا مفتوح وفي غرام مفتوح وفي غرام مقفول، وكليوباترا المقفول طبعا خليك في المقفول ما تخليكش في المفتوح. وبرده رومل هنا في مفتوح، وطبعا ده غير ممهد للنزول. طبعا ابعد عن الحاجات دي وقت النوى، وخليك زي ما انت شايف كده بعينيك كده المكان حلو، انزل على طول. طيب في شواطئ فيها مصدات في الغرب زي البلو بيتش وهكذا، من جنبه كتير الغزالة، زي الأبيض العام، في أكتر من شاطئ في مصدات. طبعا ده ساعات بيتأثر بالنوة وساعات ما بيتأثرش بالنوة على حسب قوة النوة وشدتها. طيب غير كده روح أول ما تلاقي أن البحر مميز وحلو النهاردة، خد بعضك واجري على طول على الشواطئ الغربية زي أم الرخم، زي عجيبة، زي الحتت الجميله دي كده. روح كده ومالديف الاوباي بتاع اخويا الغالي سالم دواس. طبعا الشواطئ دي بتبقى وقت ما يكون البحر حلو بتبقى ممتعه جدا جدا جدا، واحلى شواطئ في مطروح عامه. وقت ما تلاقي البحر حلو اطلع عليها على طول. طيب عندنا شواطئ تانية مفتوحه بس ناحيه الشرق بقى، مش شواطئ غربيه، لا في شواطئ شرقيه زي عالم الروم، زي مينا حشيش، زي الرميلة، زي الشواطئ وهكذا اللي هي الشرقية. طب الشرقية ايه الفرق ما بين الشرق والغرب؟ زيك ايه الفرق ما بين الشرق والغرب يا جماعة؟ الشرق ليه طيار شرقي، يعني ممكن يبقى الشرق عالي، البحر عالي وشواطئ بحر مفتوح طبعا، والغرب يبقى واطي، وممكن يبقى الغرب واطي والشرق عالي، على حسب اتجاه التيار تسألنا واحنا نقول لك النهارده البحر عامل ايه وقت الصيف. طبعا معلومة كده سريعة عشان خاطر ما نطولش عليكم في الفيديو، اللي يقول لك البحر بكرة كويس او وحش ما تصدقوش، هي بتبقى كلها توقعات، يا صابت يا خابت. يعني في ناس بتسألني ساعات استاذ فتحي البحر في شهر 7 في شهر 8 في شهر 9 في شهر 6 في شهر كذا. يا جماعه غير مواعيد النوات الاساسيه، في نوات بتيجي، في البحر بيعلى لوحده، في كل يوم بوضعه، فاسالنا كل يوم بيومه علشان ما نقولكش. ده ساعات بيبقى البحر الصبح عالي بالليل بيهدى، او اخر النهار او بعد الظهر بيهدى. الشمس مجرد ما بتطلع لفوق في وقت الظهر البحر حالته بتتغير، يا بيعلى يا بيهدى. فدايما حالة البحر الصبح بدري غير بعد الظهر غير بعد المغرب، فكل وقت وليه وضعه. فما اقدرش حتى اقول لك بكره يبقى عامل ازاي، بكره في وقتها اسال او خش على الصفحات بتاعتنا او كده وشوف حالة البحر، ساعتها نقدر نقول لك البحر النهارده كويس، البحر هيعلى، البحر هيوطى. ده بيبقى معروف وفي وقت اليوم نفسه، يمكن قبلها بكتير. عشان اقول لك الكلام ده لا طبعا انا معلمش علم الغيب. وطبعا عشان ما اطولش عليكم هنعمل لكم فيديوهات تانية كتير شرح ووصف لكل حاجة. نشوفكم على خير في فيديوهاتنا الجاية بإذن الله. مع السلامة.